بينورني وشرفني في الفقرة الأخيرة من حلقة كلام في الميديا النهاردة دكتور إبراهيم داود مدير تحرير جريدة الكرة والملاعب. يا دكتور منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا أمير، أنا بسعد دايما بالالتقاء. احنا دايما بنبقى أسعد ومتشرفين بتواجد حضرتك معانا. أكيد ربنا يخليك يا أمير. ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، خلينا نبتدي بالشق المحلي بشكل عام وفيما يتعلق باتحاد الكرة المصري. وأخيرا امبارح من خلال لجنة المسابقات وبعد الاجتماع مع مندوبي الأندية ال 18 في بطولة الدوري الممتاز تم تحديد مواعيد انطلاق بطولة الدوري، مواعيد أو موعد مباراة السوبر وما تبقى من بطولة كأس مصر. رأيك في المشهد حتى الآن؟ رأيي في المشهد إن هو بادئ باللعب تاني في الجداول، بادئ بين تاني يعني مش تاني بقى 50 مليون. في وجهة نظر حضرتك إيه اللي حصل؟ يعني اللعب اللي ممكن يكون حصل؟ موعد مباراة الأهلي وبيراميدز كان محدد لها يوم 28/8. لماذا عدلت إلى 17؟ ولماذا تم تقديم مباراة الزمالك إلى 28؟ عشان ارتباطات المنتخب. أيوة بالضبط كده، عشان ده. طيب هل ألم تكن معلنة منذ البداية؟ ما كان في حاجات كتير معلنة من البداية وللأسف كان قرارات عكسية. أنا بتكلم بس إيه، إحنا بنقول إن إحنا ماشيين على طريق جديد وصحيح. وصحيح تمام. حتى توجيهات السيد الرئيس كلها بتقول طبعا. ان انا عاوز كره مصريه بجد صح. توصلنا في النهايه الى اطار العالميه بجد. طيب انا النهارده اولها اول قاعده عامه انتظام المسابقات. اول قاعده عامه في انتظام المسابقات احترام الجداول. ويبقى عندي جدول معلم من دي 1 لحد اليوم الاخير في المسابقه. ولما احط جدول مهما ممنوع المساس او الاقتراب منه على الاطلاق خالص. تمام. طب انا ببدا القصه بدي. طيب اوكي هنقول ظروف عشان خاطر طب ايه تاني اللي ممكن يستجد فممكن نغير بيه تاني؟ ولا هنغير نفس المشهد بتاع السيزون اللي فات لما اتعامل الاهلي مؤجلاته بالكرباج وغيره كان بالحط الميعاد اللي يعجبك يعني، وكانت في النتيجه في النهايه تعرض الاهلي لصعوبات كتيره جدا ادت في النهايه ان بقى في طعم كبير جدا لبطوله الدوري. يعني ربنا كافئه في النهايه لانه اجتهد اكتر من غيره فربنا حقق له في النهايه البطوله يعني. بالظبط. لكن هل الاهلي هيتعرض لنفس المشهد ده مره اخرى؟ ده سؤال مهم جدا. هل الجداول اللي هتعملها لجنه المسابقات وخصوصا رئيسها ما اتغيرش؟ بالظبط. الحاج عامر حسين. هل هيحترم الجداول ولا هيخضع للضغوط؟ لازم يطلع بصراحه وبشجاعه ويقول انا هحترم الجداول اللي انا بحطها من اليوم الاول حتى اليوم الاخير ولن يكون هناك اي مساس بها على الاطلاق. ده شيء مهم جدا ونتمناه في الحقيقه في الموسم الجديد في مختلف البطولات المحليه، لكن في بعض الامور اللي ممكن يكون يهتم بها اتحاد الكره اللي بيحاول يعالج بها اخطاء كانت في الموسم الماضي والمواسم الماضيه بشكل عام، منها مثلا ان الكره اللي هتلعب بها الدوري بقت كرة موحدة لكل المباريات في بطولة الدوري، بدل ما كان كل فريق صاحب ملعب هو اللي يجيب الكور بتاعته من النادي ويلعب بيها، تلاقي الكرة كده مكتوب عليها الأهلي وكرة الزمالك وكرة بيراميدز وأهل المجرة. النهارده طلع قرار إن الكرة هتكون موحدة للدوري المصري، رأيك إيه في القرار ده؟ حلو جدا، يعني هو مميز والمفروض إن ده كان يحصل من زمان، بس لو جينا في ماتش بيتلعب مثلا في ملعب حرس الحدود ولقينا الكور متغيرة هنعمل إيه؟ هل دي تبقى المباراه بطله؟ الكره اللي معانا جميله وشيك وحلو عليها الشعار بتاع الاتحاد المصري لكره القدم، لكن لو ما تواجدتش في ملعب بالملاعب هل ده تخل بشروط؟ اتوقع ان هي بعد القرار ده ما تبقاش موجوده في حصل ظروف يعني حصل ظروف احيانا بيبقى طاقم تحكيمي وبينسى الطاقم بتاعه اللي هيرتديه في المباراه. طب ماذا لو حدث ده ودي الكره المعتمده؟ هل لو اتلعبت ماتش بدون الكره المعتمده هل يعتبر ده اخلال بشروط المسابقه فمن ثم تعتبر المباراه لو موجود في اللائحه حته الكره دي بقى اخلال بشروط المسابقه؟ وبالمناسبه هم وزعوا حوالي او هيوزعوا حوالي 20 او اكتر قليلا عدد كور لكل الانديه المشاركه في بطوله الدوري الممتاز عشان اللاعبين ياخدوا على الكوره نفسها، يعني كل يعني كنوع من التجريب. لا مش تجريب، كان نوع ان انت تبقى متعود على الكوره دي والطريقه بتاعتها او حجمها. ما هو التعود يعني بيجرب او بيخلي تتمرن عليها. تتمرن عليها تتمرن بيها يعني، ثم في كل مباراه يبقى في عدد التسع كرات اللي مفروض. موجودين في كل في كل مباراه. اتمنى خطوه مهمه بصراحه، خطوه مميزه يعني. بس الاتحاد الكره هيبقى عليه كور كتير جدا. هم لازم يلبوا بقى هذه الامور والاحتياجات الخاصه بكل الفرق يعني. هي طبعا حاجه كويسه نشجعهم عليها بس طبعا. المهم الالتزام بيها ده الأهم. المهم الالتزام.
طب فيما يتعلق بشكل جديد لبطوله او لدرع الدوري والكاس مصر، هل شايف ان ده كان شيء حتمي وشيء ضروري ان يحصل يعني ولا هو لابد ان يبقى؟ انا سامع ان هم عاوزين يخلوا درع الدوري في متحف، وهذا يعني غير مقبول على الاطلاق، لان درع الدوري لصاحب حق براءه الاختراع فيه هو النادي الاهلي. درع الدوري خرج من النادي الاهلي وبيستقر كل سنه تقريبا اللهم الا قليله في انديه اخرى يعني. الحق 41 بطوله دوري، الا يستحق ان يستقر الدرع بصوره نهائيه فيه، ولا الافضل ان انت تعمل درع وتحط الدرع القديم في متحف؟ من يستحق هذا الدرع؟ الاهلي. الاهلي مش بتحيز للاهلي، ولكن لانه فعلا يعني ده اللي بياخد بطوله ثلاث مرات بيحتفظ بكاسها او بدرعها او بالشكل اللي بتقدم من خلاله. طب فما بالك بالاهلي اللي حقق 41 لقب. طيب ده ايضا شيء بالمناسبه عشان نقفل الجانب المحلي وفيما يتعلق باتحاد الكره، لجنه الصفقات يعني قالت ان موعد او مواعيد الجدول او الاعلان عن جدول مباريات بطوله الدوري هيكون طبقا لتحديد الانديه للملاعب اللي هيلعبوا عليها الاول، بعد كده يعملوا قرعه عشان بطوله الدوري بشكل عام. شايف ان احنا ممكن الموسم الجديد نلتزم بموضوع الملاعب ده ومواعيد المباريات، ولا الامر هيبقى صعب وجديد علينا شويه؟ المهم ان اللي بيحضر العفريت هو الوحيد اللي بيعرف يصرفه. اذا كان اتحاد الكوره ليه رغبه حقيقيه وهو دلوقتي محرر من الضغوط، ما عندوش اي حسابات انتخابيه ولا بيخاف من الصوت العالي ولا اي حاجه من دي خالص، يبقى المفروض الاساس ان انت تحترم الجدول اللي انت حطيته وتحترم الملعب اللي انت قلت عليه، طالما انه حصل على موافقاته الامنيه سلفا. ما هو المفروض معروف ملعب النادي الاهلي هيبقى ايه، ملعب نادي الزمالك هيبقى ايه، ملعب باقي الانديه ال 18 اللي بتشارك في المسابقه. يبقى انا خلاص انا حددت الملاعب، حصلت على الموافقات الامنيه، يبقى لازم من كل الاطراف تحترم المواعيد والاماكن التي ستقام عليها المباريات. اخر ملف عايز اسالك فيه قبل ما نروح للنادي الاهلي وكل اخباره، يعني مدرب منتخب مصر وخلاص المدرب هيكون مدير فني وطني، الاسماء كتيره مرشحه، رايك ايه في الملف ده بالتحديد، ومين الاقرب من وجهه نظرك الاصلح كمان لقياده المنتخب؟ هو الرئيس اتكلم بلسان كل مصري يعني الحقيقه فعلا. لما قال ان هو يكون مدرب وطني كان في احساس بالاخفاق مع التجربتين الاجنبيتين المتتاليتين، حته الانتماء وحته السلام الوطني وحته العلم مش موجوده عند الاجنبي قوي. فحته الوطني بقى يعني انا سامع ترشيحات ان كابتن حسن شحاته هيبقى المشرف في المنتخب. على فكره دي تجربه فشلت قبل كده. فشلت مع كابتن محمود الجهري كان المدير الفني للاتحاد الكوره، صح صح، وانتهت باستقالته ورحيله الى الاردن مره ثانيه لو حضرتك متذكر يعني. التجربه دي فشلت مع الكابتن فتحي نصير وهو العالم الكبير في عالم طبعًا التدريب طبعًا. فهي ما بتبقاش تجربه ناجحه قوي. انا يا كابتن حسن شحاته انا بؤمن بقدراته التدريبيه، عاوز اعيده، ودي في حصلت في كتير جدا من المناسبات من مناسباته مع انديه ومنتخبات صح كبيره. الاهلي نفسه عاد منه الجنيه مرتين وثلاثه لتدريب النادي الاهلي. وارد جدا ان حسن شحاته لو احنا مقتنعين بقدراته التدريبيه ان احنا نجيبه كمدير فني للمنتخب. لكن حته المشرف دي انا مش مقتنع بيها على الاطلاق. اذا بنفكر في وجه جديد في كل الاسماء المطروحه، كابتن حسام البدري طبعا، كابتن ايهاب جلال، حتى كابتن حسام حسن، يعني انا في نهاية الاتجاه والاطار، الاتجاه والاطار. انا شايف انا ما بختارش شخصيه، انا بختارها بناء على معطيات وتارجت المفروض انها تحققه لي، مش على نطاق الحب والهوى يعني. طيب نتمنى ان شاء الله ان يتم اختيار الاصلح واللي يلبي كل اهداف الشعب المصري. احنا عندنا المنافسه على بطوله دوري ابطال او عفوا بطوله الافريقيه مره اخرى، الوصول لكاس العالم ده مهم قوي، احنا مش عايزين نقف بقى 28 سنه. مطلوب من المدير الفني الجديد ان يكون عنده تارجت ان الشعب المصري كله بينتظر تعويض لما حدث في بطوله 19 في كانت 19 بالظبط. نروح بقى للنادي الاهلي، اخباره كتير جدا ولعل اهمها اليوم افتتاح المدرج الجديد بالتحديد في اطار تطوير البنيه التحتيه في النادي الاهلي، وفي اطار ايجاد كل
سبل الراحة للاعبين استعدادا للموسم الجديد، أجهزة استشفاء، غرف محاضرات، غرف جديدة لخلع الملابس. رأيك إيه في الافتتاح النهاردة؟ أكيد حضرتك تابعته على شاشة قناة الأهلي. إحنا بنقترب في النادي الأهلي من المعايير العالمية لغرفة خلع ملابس، إنها تكون على الأطر السليمة والأطر العلمية والأطر اللي موجودة في أوروبا. كابتن محمود الخطيب النهاردة بيواصل مسيرة تنفيذ برنامجه الانتخابي. هو ماشي مش بوعود، هو ماشي ببرنامج الحقيقة، وبيحققه يوم بعد يوم بدون شعارات وبدون مزايدات، من غير كلام كتير. الاهلي بيشتغل كتير اكتر في الحقيقة. بيشتغل ما انت هتشتغل هتتكلم صح. لو انت عاوز تشتغل فعلا هتبقى صامت عن الكلام، مش زي غيره اللي كل يوم لا بلا 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 وما بنلاقيش اي نتيجه. كابتن محمود الخطيب مش بس في مجال غرفه خلع الملابس، تطوير المدرج بشكل كامل فعلا في مسيرته الانشائيه كلها، مش بس في فرع الجزيره، لا في فرع الجزيره، في فرع مدينه نصر، في فرع زايد، في نهضه انشائيه كبيره جدا. نهاية. يمكن اللي بيحصل من انشاءات جوه فروع الاهلي الثلاثه يمكن ما حصلتش من نشاه النادي الاهلي في 1907 وحتى تولي هذا المجلس. لكن الاهلي دايما ما تعودش ان يقول ان ده منسوب للكابتن محمود الخطيب وده اللي قبله، ده منسوب للنادي الاهلي بشكل كامل. هي مسيره عطاء كلها بتواصل، لكن هو امتداد لتنفيذ برنامجه الدقيق. يعني هو بينفذ برنامجه بدقه فعلا بدقه، يعني شيء اكيد مهم ومفرح لكل الاهلاويه بشكل عام. وان شاء الله يكون يعني ده من ضمن الاسباب اللي تؤدي برضو دي من الوسائل المهمه لراحه اللاعبين بالظبط، انها تكون عندهم غرفه خلع ملابس. هم كان عندهم بس غرفه تكون متطوره شويه، مكان فيه كل الاجهزه الخاصه بالاستشفاء، الخاصه بالجيم، كل حاجه هم محتاجينها موجوده في مكان واحد. يعتبر ده يا دكتور مركز للفريق الاول، مركز سواء علاجي، تاهيلي، استشفائي، كل حاجه متوفره في المكان ده. في يليق باسم النادي الاهلي وبحجم فريق زي فريق النادي الاهلي في مجال الكوره يعني. بالظبط، نتمنى كل التوفيق للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. بالتالي ده استكمال لفرحه النادي الاهلي بفوز ببطوله الدوري، فرحه الاهلاويه فرحه كبيره بالفوز بهذا اللقب اللي كان صعب جدا في الحقيقه، وكان النادي الاهلي بعيد. اسكت، مش الاهلاويه مش فرحانين بفوزهم ببطوله الدوري؟ لا، مين قال كده؟ من قال كده؟ يا اخي ده ماشيه، ده ماشيه لليومين دول. البعض كده بيردد ان الاهلاويه مش فرحانين. لا، دي اغلى بطوله اكيد كل جمهور النادي يعني الاهلي. يعني مطلوب من جمهور الاهلي ايه؟ يتحزم ويرقص ولا يضرب شماريخ على الهواء ولا يعمل ايه يعني؟ لا، جمهور الاهلي فرحان جدا، ومحدش يزايد على جمهور النادي الاهلي ولا يتكلم باسمه. بالزبط. الفرحه كنت تحسها يوم ماتش المقاولين مع الجون الثالث بتاع حسين الشحات. الفرحه كانت في القلوب ازاي؟ المجموعات الاهلاويه، الاسر بكاملها اللي طلعت في الشوارع بعد انتهاء المباراه. الاهلي لو بيتكلم على بطوله اتسرقت فهو بيتكلم على بطولات كتيره جدا هي اتسرقت منه هو. تعالى الاهلي بقى اللي بيتكلم على بطوله اتسرقت، البعض بيتكلم البعض يعني ما نقول على البطوله اللي ضاعت من الاهلي سنه 1978 بهدف اعتباري. لما نتكلم سنه 2003 بفعل فاعل، الجون بتاع سيد عبد النعيم وخفاياه في الملعب الاخر، ما بطولة ضاعت. لما نرجع لورا شوية بقرار سيادي من اتحاد الكورة تضيع بطولة سنة 1988 كان عشان ايه؟ 1984 كان عشان ايه؟ حاجات كتيرة جدا لو تعددنا ليها، لكن دايما جمهور الاهلي يعني بيبقى طماع قوي. فعلا طماع قوي فعلا. جمهور الاهلي عاوز فرحته تكتمل بالسوبر، عاوز فرحته تكتمل بالكاس، عاوز فرحته تكتمل بالنجمة التاسعة، اهم حاجة عاوز فرحته تكتمل باستكمال مسيرته بالدوري الخامس على التوالي. الاهلي بيتعود من بيطالب لاعبيه بان على الاقل 7 أو 8 بطولات دوري متتالية. الحمل بيتقل على اللاعبين، بس هم قدها وقدود وقد المسؤولية. الفرحة في القلوب عالية جدا. لو جينا يوم ماتش الاهلي والزمالك، جمهور الاهلي ما كانش فرحان، كان نفسه المباراه تبقى 2 و3 و4 وتنتهي بنتيجه كبيره، وكان الاهلي اقرب كثيرا انه يحقق هذه النتيجه. بالظبط، لكن في كل الاحوال جمهور النادي الاهلي اكيد سعيد. هل هي اغلى بطوله فعلا من بطولات الدوري؟ اغلى بطوله. اغلى بطوله.
وما زلت بسبب الظروف وما زلت وما زلت بردد ان كابتن محمود الخطيب هو من اعظم الرؤساء، كانوا كله رؤساء النادي الاهلي عظام، فهو من اعظم الرؤساء اللي تولوا رئاسه النادي الاهلي عبر تاريخه من 1907 حتى النهارده بالورقه والقلم، مش بالمزايدات والشعارات بكل ما تعرض ليه من ضغوط، من ضغط نفسي وعصبي في كل الاصعده في منذ توليه المسؤوليه وحتى اللحظه. اذا كان يتشكل تيار صلحاوي لسنوات طويله، اعتقد انه بيتشكل جوه النادي الاهلي دلوقتي امتداد للتيار الصلحاوي، وهو التيار الخطيباوي، التيار اللي هو بيثق وبيراهن على كابتن محمود الخطيب ان هو قادر على صنع المستحيل. اللي بيراجع تاريخ كابتن محمود الخطيب، الراجل ده كان بيتعرض بيتحقن بالكورتيزون ويلعب فعلاً. كان بيتحط مسامير وشرايح في رجله ويلعب. كان بياخد حقن بنج ويلعب. في كل الظروف كان دايما حاطط النادي الاهلي النصب عينه، ودايما ربنا كان بيكلل مجهوده بالنجاح لانه بيحب الاهلي بجد. هو الميزه دايما في النادي الاهلي ورؤسائه وعلى مدار التاريخ ان كلهم بيكملوا بعض. يعني انت دلوقتي عندك زي كابتن محمود، طبعا مسيره عطاء بالظبط، في سيستم معين كده اي حد بيجي بيقدر يمشي من خلال هذا السيستم ويكمل على اللي كان قبليه، وده اللي بيحصل في الحقيقه. وكابتن محمود الخطيب عامل مجهودات كبيره واخيرا طبعا وباقي اعضاء مجلسه كلهم طبعا كل التقدير أكيد. والاحترام ليهم طبعاً. طبعا فردا يعني اكيد. بالتالي النادي الاهلي عمل بعض الصفقات، عايز اخد تقييمك ليها. اليو ديانج، محمود متولي، محمد مجدي قفشه، بالاضافه طبعا لتمديد اعاره رمضان صبحي. كلها صفقات من العيار الثقيل، حتى العائدون من الاعاره كلها اضافات جيده وجيده للغايه في فريق النادي الاهلي. امتداد للمسلسل اللي بداه الكابتن محمود الخطيب باعتباره المشرف على الكوره، من صفقات يناير وحتى اللحظه. صح. رمضان صبحي كانت احد روافض صفقات يناير، وهو امتداد تمديد الاعاره، هو طبعا امتداد لمسيره العطاء، والاهلي فعلا في احتياج ليه زي ما رمضان في احتياج للنادي الاهلي. صفقه محمود متولي من العيار الثقيل، الاهلي كان يحتاجه فعلا، لاعب بامكانياته وبروحه. اللاعب المالي الاهلي برضه كان بيفتقد نوعيه اللاعب الهجام، اللاعب القوي بدنيا قوي واللي يستطيع المقاتله على كل كوره. مجدي قفشه، انت كنت بتبحث عن بديل لصانع العاب صالح جمعه، موجود يعني صالح جمعه ستايل، انما انت كنت بتبحث عن بديل لعبد الله السعيد. الستايل ده ربما يتوفر بنسبه كبيره جدا في محمد مجدي قفشه، مع وجود ناصر ماهر بستايله، مع وجود وليد سليمان الحاوي الكبير بستايله، كل ده مهم جدا وصفقات غايه في الروعه بتكمل مسيره النجاح. الاهلي كمان كان حريص على ان هو يسجل 26 لاعب، ده هايل. هو تفكير عنده كويس في تفكير كويس. عنده بعد اشهر قليله 3 أو 4 شهور هيبقى عنده مهيئ للتجديد الثاني، اذا كان هيستعين بصفقات من الخارج. عنده 4 أماكن، اذا كانت في شفاء بعض المصابين الان ان شاء الله ربنا يكمل شفاهم على خير، يبقى عنده استعداد ان هو يكمل مكانين منهم، يجي يستعين في يناير بلاعب او اثنين في الحدود المعقوله والامنه. انا اعتقد ان الاهلي في يناير مش هيكون في حاجه يمكن الا للاعب او اثنين على الاكثر يعني. بالكثير صعب يكون، لكن هي صفقات على فكره كمان احنا عندنا في قطاع الناشئين في بعض اللاعبين طلعوا بيتمرنوا مع الفريق الاول دلوقتي، يعني عربي بدر واكثر من لعيب يعني، والعائدون من الاعاره. انت عندك زخم، عندك زخم كبير رأيك يعني. رايك في القائمه ايه بتاعت النادي الاهلي؟ هايله هايله ومتناسبه جدا، وفرصه برضو ان احنا نوجه لمحمد نجيب كل تحيه وتقدير على انتقاله لنادي الجونه بعد مسيره عطاء استمرت 8 سنوات. حد لعيب نموذج هايل بينتمي للنادي الاهلي، واعتقد برغم انتقاله للجونه سيظل انتمائه وحبه للنادي الاهلي عالقا في وجدانه وفي وجدان الاهلاويه كتار، بيحبوا محمد نجيب باخلاقه وفنياته. لعيب محترف في الحقيقه يعني، لعيب عارف واجباته جدا ايه جدا لان اسمع له صوت فعلا. حينما كان موجودا في النادي الاهلي طوال 8 سنوات وحينما رحل فهو رحل من الباب الواسع يعني او الباب الكبير. فعلا نتمنى له كل التوفيق طبعا مع نادي الجونه، ونادي الجونه في بعض ابناء النادي الاهلي كمان بالمناسبه اللي بيقوموا بشغل في الحقيقه هو عاوزين نقول عليه ان هو النادي الاهلي فرع الجونه.
لا مش للدرجه دي. نادي الكره، نادي الجونه طبعا، نادي النادي الاهلي فرع الجونه بالاهلاويه القائمين عليه، النادي الاهلي فرع الجونه باللعيبه اللي بينتموا للنادي الاهلي الموجودين فيه، كمان الجمهور البحر الاحمر اهلاويه بدرجه كبيره جدا. فحتى حضورهم لتدريبات الجونه هذه الايام برضو مسانده للعيبه الاهلاويه الموجودين. يعني نادي الجونه طبعا نادي محترم، يعني اكيد ليهم كيانهم وليهم اسلوبهم، يعني ليهم كانيونيتهم اللي هي يعني فاهم قصدي، نادي هو كمان هو نادي كمان يعني شركه، هو البعض بس بيربط الكلام باللاعبين اللي شركه احترافيه طبعا طبعا، تدير العمل باحترافيه كبير كويس. بس من حقي يعني انا افخر ان يكون القائمين عليه اهلاويه. ماشي، وجهه نظر حضرتك. نتمنى كل التوفيق لمحمد نجيب في مسيرته مع نادي الجونه ان شاء الله. بالتالي النادي الاهلي عنده بعض التدريبات خلال الفتره الحاليه، ومقبل ان شاء الله على مباريات وديه بتسبق في مباراه وديه بكره باذن الله ان شاء الله. بعد كده تحددت ولا لسه؟ لسه مش عارفين هنلعب مين، بس ماتش ودي، وبعد كده تكمل استعدادك بقى لمباراه اطلع بره. شايف الاستعداد ازاي لبدايه بطوله هي حلم لكل الاهلاويه؟ هو اطلع بره، ما طلعش بره، هو طلع جوه. هو اللي طلع بره. هو اللي طلع بره. طبعا كامل الاحترام والتقدير ليه، يكون ان هو يراهن على ان يلعب المباراتين في مصر، ده قوه منه على فكره. يعني بتزيده غموض على غموضه اللي موجود بالزبط. مش حاجه نستسهلها يعني، بل بالعكس هي ده يجب ان احنا نستعد لمباراه الذهاب دي استعداد خاص جدا. ونتخيل ان هي بتتلعب فعلا في السودان طبعًا. او في جنوب السودان يعني. كمان اللي عاوزين نقول ان لعيبه فريق اطلع بره اكيد بيحسوا في وجود المباراه في برج العرب في اجواء مناخيه يمكن افضل شويه من اللي موجوده في جنوب السودان في هذا التوقيت. فهو هيبقى عنده ميزه انه عنده مناخ افضل يلعب فيه كوره. حته ان هو مجهول الهويه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي هيديله نوع من التميز، خصوصا في النص ساعه الاولى من اللقاء. كل ده بيجعل الجهاز الفني قدام تحديات ان هو لابد ان يكون مستعد كويس جدا للمباراه. ان شاء الله يكون الاهلي حليفه الفوز في المباراتين ان شاء الله، ويتاهل لدور ال 32 باذن الله. يعني ان شاء الله تتوقع ان مستر لوسارتي ممكن يلعب الصفقات الجديده بدايه من اول مباراه؟ اعتقد ان صفقه او اثنين مرشحه بقوه انها مين مثلا من وجهه نظر حضرتك؟ اعتقد ربما محمود متولي في خط الدفاع. اعتقد ممكن المالي، ممكن في ظل تألق كمان حمدي فتحي، في الحقيقه لعيب مميز جدا جدا. حمدي فتحي من مباراه لاخرى منافسه، بس ستايل المالي مختلف عن حمدي فتحي. حمدي فتحي بيعتمد على المهاره والناحيه الهجوميه عنده عاليه جدا. الثاني بيعتمد على فكره قطع الكوره، قطع الكوره والقتال على كل كوره. وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الساعات المقبله. حته مجدي قفشه بقى يلعب ما يلعبش، ودي ده بقى الحته اللي فيها يعني مطحنه زي ما بيقولوا، في يعني. وكلها لصالح لاسارتي وصالح المنافسه مهمه صح جدا جدا جوه جدا سوق الفريق نفسه جدا جدا. الفرق بين اي فريق تاني للنادي الاهلي ايه؟ ان وجود النجوم بيصب في صالح الفريق طبعا. احيانا في انديه اخرى وجود النجوم بيخلق حاله من الصراع واللي عانت منها انديه كتيره جدا يعني. ومقبله على المعاناه فيها في قادم الايام يعني. نتمنى ان التوفيق كله يكون حليف النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، ونتمنى له ان شاء الله بدايه قويه في بطوله دوري ابطال افريقيا. بتشوف ازاي عوده النادي الاهلي للعب على استاد القاهره؟ طبعا مباراتي افريقيا مش هيكون على استاد القاهره، لسه كمان شهر او شهر ونص ان شاء الله يعود النادي الاهلي بعد تعاقده بشكل رسمي مع هيئه الاستاد. استاد القاهره اشتاء للاهلي، واشتاق لريحه فانيله النادي الاهلي اللي غابت كتير جدا عن الملعب ده لاشهر وسنوات طويله. مع ان هو شهد امجاد كتيره جدا وشهد تحقيق الاهلي لانتصارات وبطولات كتيره اهمها على الاطلاق، او يمكن يحضر في ذهني البطوله اللي حضرتك ذعته لقطات منها عام 1982 امام كوتوكو، اول بطوله الافريقيه في تاريخ النادي الاهلي. البطولات اللي اتحققت كلها في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات والتسعينات والالفيه اللي هم ما رحم ربي في الكام سنه اللي فاتت يعني. فكون ان الاهلي هيبدا مسيرته المحليه على استاد القاهره ده شيء ايجابي جدا.
في حالة عشق وهوس، مع ان اللي اعتقد ان هو ما لعبش على يعني اللعب على الاستاد ده يمكن ربما يكونوا ثلاث لاعبين فقط في صفوف الاهلي دلوقتي. تعرفهم هم مين؟ حسام عاشور، حسام عاشور شريف طبعا، اكرامي، اكرامي، ومين التالت؟ احمد فتحي. فتحي اللعيبه اللي هي الخبرات اللي هم القدام يعني شويه، الجداد ما لعبوش معانا. وفي لاعب رابع بس كان لعب قدام الاهلي في فانيله الاسماعيلي، عمرو السولية. عمرو السولية ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في هذا الملعب التاريخي، والنادي الاهلي ان شاء الله ال 30 القايمه كلها هتلعب على ملعب استاد القاهره السنه دي باذن الله. الاهم بقى حضور الجماهير، وخلاص عوده الجماهير اصبحت امر في ظل المنظومه اللي موجوده حاليا، اعتقد ان انها هتبقى منظومه ناجحه جدا. قادم الايام كمان مع التفعيل وتوسعه الرقعه كل شويه هيبقى الدنيا مهيئه لعدد اكبر، عدد اكبر، عدد اكبر. اعتقد ان الامور هتبقى طبيعيه. على الجمهور هيرجع بشكل محدد الاول بعدد محدد برضه، ولا الامور هتبقى مفتوحه؟ لا ان شاء الله. انا اعتقد مع المعايير بتاعت سعر التذكره، مع النظام في الاستجابه للفانز اي دي، نفس الاجراءات اللي كانت متبعه في كان 19، اعتقد ان هي نفسها مش هتبقى مهيئه في الـ في الـ في, الـ في الاسابيع الاولى من البطوله لاستيعاب عدد كبير من الجماهير. لكن في النهايه الامور هتبقى ماشيه بشكل طبيعي ستيب باي ستيب، الا في النهايه نقول ان الاستاد كله مليان على اخره وبنفس النظام وبنفس السيستم. ده شيء ايجابي في صالح الكره المصريه، مش بس باتجاه جماهير النادي الاهلي رغم انها الاكبر على مستوى مصر يعني، لكن باتجاه كل جماهير كل الانديه. اعتقد ان هي المستفيد والرابح الاكبر الكره المصريه بشكل عام طالما اردنا ان احنا نطورها. بما اننا بنتكلم على استاد القاهره، هل من وجهه نظر حضرتك شايف ان الافضل الاستاد يستضيف مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك السوبر المصري، ولا ده طبعا هيكون على حسب التنسيق يعني مع الشركه الراعيه، ولا يبقى المباراه مثلا في الامارات زي كل سنه ما بنشوفه كلام من ده؟ والله هي من الناحيه التسويقيه حققت نجاح كبير جدا مادي لوجودها في الامارات في السنوات الاخيره. طبعا في اشتياق انها تلعب على ارضيه استاد القاهره، ولكن الكره صناعه طبعاً. اذا كان جزء منها يعني هدفه الارباح المتوقعه من هذه المباراه ولقينا ان هي وجودها في الامارات هتبقى افضل، انا بميل الى 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 تعظيم دور الصناعه او تفعيل دور الصناعه. برغم اشتياق الجماهير المصريه ان تكون حاضره في مشهد في مباراه طبيعيه بين الاهلي والزمالك زي ما كانت عليه سنين واكثر من 60 سنه بالظبط في البطولات كلها يعني. فرص النادي الاهلي في بطوله كاس مصر، احنا عارفين عندنا مواجهه قويه جدا مع فريق بيراميدز بالمناسبه. فريق بيراميدز بالظبط عاملين صفقات مميزه، ممكن البعض يقول لك ده برضو. هم سابوا لعيبه كبيره زي كين ومش عارفين، لا بالعكس هم جايبين لعيبه مميزين جدا ويعملوا قائمه كامله متكامله من لاعبين يقدروا ان هم ينافسوا كمان بالمناسبه. تشوف المواجهه دي ازاي في دور ال 16 واستكمال بطوله كاس مصر وفرص النادي الاهلي في هذه المباراه؟ مواجهه ناريه ستنتهي ان شاء الله بفوز النادي الاهلي ان شاء الله، ومن ثم هيبقى الطريق بالنسبة له من وجهة نظري يعني الشخصية ان هو هيبقى الطريق بالنسبة له ممهد كثيرا للوصول للمباراة النهائية بإذن الله. ومن ثم انا اعتقد ان الاهلي وبيراميدز هي نهائي مبكر للبطولة، وان الاهلي ان شاء الله اذا نجح في تجاوز بيراميدز هو الاقرب ان شاء الله لنيل كأس مصر هذا الموسم. حضرتك متخيل يا دكتور التحديات اللي قبل انطلاق الموسم الجديد اللي هيمر بيها النادي الاهلي؟ يعني عندك كاس مصر هينتهي قبل يعني يوم 5/9 ان شاء الله المفروض النهائي، عندك سوبر قبل بدايه بطوله 18/9 قبل بدايه بطوله الدوري، وعندك كمان دوري ابطال افريقيا مباراتي الذهاب والاياب. تحديات قويه جدا في بدايه موسم، بتشوف التحديات دي ازاي وبنسبه كام في الميه باذن الله النادي الاهلي يقدر يخرج من التحديات دي فائز؟ يعني انا اعتقد ان الاهلي قادر باذن الله باذن واحد احد في ظل وجود الجهاز الفني الموجود اللي خلاص يعني بقى في كيمستري بينه وبين اللاعبين، بدأوا كل طرف يحفظ الطرف الاخر. برنامج الاعداد في اسبانيا فرق كتير جدا مع النادي الاهلي، هو مش رح برنامج اعداد قصير جدا يعني، بس يعني عمل لك نوع من حل المعضله شويه. ايه برنامج الاعداد مش قصير ولا حاجه، ده كان حوالي 11 يوم تقريبا في اسبانيا. 11 يوم ده في عرف الكوره المفروض انت تاخد اربع اسابيع على الاقل. انا هقول لحضرتك هو موضوع مقسم على مراحل، كان في مرحله الاول في القاهره وبعد كده المرحله الثانيه كانت في اسبانيا، المرحله الثالثه قصدي اقول لحضرتك ان هي في المجمل مش الاربع اسابيع يعني. الاهلي خد يعني مرحله اعداد فديته صحيح طبعا. هي صحيح مش كافيه لكن على اساس المعضله بتاعت تلاحم
تزاحم المواسم هي حلت المعضله، هي حلت المعضله. التحديات دي انك انت بتخش على كاس مصر متاخر جدا، كان ممكن يتلعب قبل كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت، بتاع السنه اللي فاتت احنا لسه فاكرين يعني، من اللي كان ممكن يتلعب قبل بطوله الامم الافريقيه بيمتد بيك المطاف. فانت المفروض ان انت تخش على بطوله جديده بدوافع جديده بتحديات جديده، في نفس الوقت انت كنت خط مباراه في دور التمهيدي في بطوله دوري ابطال افريقيا، تطلع من الاثنين تخش على السوبر، تخش على انطلاق المسابقه مع استكمال بطوله افريقيا. عاوزه كل مباراه بدافع مختلف، اللي هو تجديد الدافع من مباراه الى اخرى. اعتقد ان دي لا يمتاز بها الا شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي دايما عودونا على ان هم بيعرفوا يفصلوا كويس قوي بين البطوله دي، بين المسار ده والمسار ده والمسار ده والمسار ده. ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي مكلل بالنجاح في كل البطولات اللي هيشارك فيها، لان زي ما انا قلت لحضرتك ان جمهور الاهلي طماع قوي. اكيد اكيد اكثر جمهور طماع في الكون يمكن. طبعا، وحقه ان هو دايما يبقى طمعان في بطولات كتيره، يعني هو متعود على كده من النادي الاهلي. بخلاف النادي الاهلي، أكثر الفرق جاهزية لانطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري من وجهة نظر حضرتك، سواء فيما يتعلق بتدعيمات جديدة، استعدادات لائقة لبداية موسم قوي، من الفرق اللي شايفها جاهزة بشكل كبير جدا للفترة الجاية؟ شفت الصفقات اللي عملتها سموحة بتخليها خطوة كبيرة جدا على الطريق الصحيح، معاه جهاز فني لا يستهان به. شفت المصري في تجديد دوافعه في تلاحم موسمين مع نفس الجهاز. الكونفدرالية كمان المصري. نعم فندم، المصري هيشارك في الكونفدرالية. بغض النظر عن مشاركته في الكونفدرالية، تخطيط الجهاز الفني كابتن إيهاب جلال عامل شغل رائع هناك. شايف ان بيراميدز بكل الصفقات اللي عملها دي برغم رحيل عنه بعض اللاعبين، لكن اللي جابهم برضو من مالوش اهميه، لاعبين مهمين فعلا، واعتقد انه هيكون منافس حاضر وهو اقرب المنافسين للنادي الاهلي يمكن في الموسم الجديد جنب سموحه والمصري. يعني الزمالك اعتقد ان هو مازال غير جاهز، ما نعرفش الجهاز الفني هيقدر يعمل ايه المزمع التعاقد معه، ما نعرفش التوليفه اللي حصلت، لكن في الحقيقه يبقى نادي الزمالك نادي منافس طبعا مع النادي الاهلي. لا انا مش بتكلم على قيمه وتاريخ نادي الزمالك، طبعاً لا كل التقدير والاحترام. أكيد انا انت بتسالي على الجاهزيه، جاهزية، فانا برد من منطلق الجاهزيه. انا بقول لحضرتك هو الجاهزيه مش واضحه غامضه. هل الجهاز الفني هيحقق الجاهزيه الفنيه؟ هل اللاعبين هيكملوا النقص الفني اللي في المشهد الاخير اللي بينتهي بيه الفاصل ونواصل بين الموسمين، نفس الموسم ثم الموسم الجديد؟ المقصه بتشوف المقصه ازاي؟ مع كابتن احمد حسام ميدو مدير فني جديد، احمد حسام ميدو عمل تجديد شباب لفرقه المقصه، كانت محتاجه تغيير جلد، كانت محتاجه تغيير دوافع كتير جدا. اعتقد برضو ان هو هيكون مش غائب عن حتى في المربع الاسماعيلي كمان. الاسماعيلي كمان عامل تدعيمات شويه الفلوس اللي خدها وحصل عليها ونجح في ان هو يدعم بيها صفوفه. كل ده لا، الموسم اللي جاي اصعب مما كان، اصعب مما كان، يعني صعوبته في اتساع رقعه التنافس. يعني حلو، يعني السنه اللي فاتت كانت منافسه اهلي زمالك بيراميدز مثلا، تمام، السنه دي تتوقع منافسه اهلي زمالك بيراميدز انديه كمان؟ مش هقدر ارد عليك بالنسبه للزمالك الا لما نشوف الجاهزيه الفعليه. تمام، اسم الزمالك كبير جدا جدا، انما الجاهزيه الفعليه للزمالك بتجعله يمكن ربما المربع الذهبي. يعني حضرتك تتوقعه مين؟ يعني اتوقع ان يكون سموحه منافس قوي جدا على عكس ما بيعتقد البعض. اعتقد ان المصري برضو مش هيغيب عن المشهد، المصري، المقصه، الاسماعيلي، كل الفرق دي، الزمالك طبعا مش هيبقى بعيد عن السادس، يعني يعني اكيد مش هيبعد عن المركز السادس يعني. طب بالنسبه للصاعدين، تتوقع فرصهم في البقاء وممكن يكون في حصان اسود فيهم يعني في بطوله الدوري، تتوقع عندنا كمان المقاولين العرب احنا نسيناه خالص؟ طبعا كابتن عماد النحاس والشغل الهائل اللي عمله في مواصله ليه في الموسم الجديد برغم التحديات، يعني رحيل احمد علي وكده، بس برضو دعموا صفوفهم ببعض التدعيمات اللي اعتقد انها تساهم بشكل كبير في الموسم الجديد يعني. الصاعدين بقى للدوري الممتاز مصيرهم ايه من وجهه نظرك؟ يعني برضه في غموض بالنسبه لاف سي مصر. اف سي مصر اسوان هل هو عائد بهدف البقاء 3-4 مواسم في الدوري على الاقل، ولا كزائر خفيف وهيعود؟ لازم نشوف طنطا
كان ليه تجربه سابقه ما استمرتش طويلا، هل برضه هيكون زائر تقيل في الدوري ولا زائر خفيف؟ كل ده التدعيمات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت في الثلاث انديه دول ما بتقولش ان يعني في زخم قوي او في انطلاقه كبيره. تدعيمات محدوده يعني. تدعيمات محدوده لكن بتبقى انديه برضو ممكن تشاغب ولو من بعيد، زي الانتاج الحربي قدم عروض جيده جدا في النصف الاول من المسابقه. انبي في وعود من جانب الجهاز الفني باتجاه الاداره ان هو يعيد امجاد انبي السابقه. حرس الحدود كابتن طارق العشري بيراهن بقوه الا يكون حرس الحدود مجرد منافس من الهروب من دائره الهبوط. يعني على الاقل هيسعى للوصول للمنطقه الدافئه. يعني اقول لك على حاجه يا دكتور، هو اهم حاجه ان الدنيا تبقى منتظمه السنه الجايه، هتشوف دوري كويس وهتشوف ده اللي قلناه في اول الحلقه يعني. واللي بنرجوه من الحاج عامر حسين يا رب يحج 10 مرات تاني ان هو بنتمنى منه ان هو يلتزم حرفيا بجدول مسابقه الدوري. ده اللي برجوه منه وبتمناه منه يعني. عشان تبقى في النهايه في مسابقات قويه تنعكس ادائها وتحقق رؤيه السيد الرئيس في ان يبقى فيها فعلا نهوض بالكره المصريه يعني. اخيرا وانا بختم مع حضرتك، تتوقع مين في نهائي كاس مصر من وجهه نظرك؟ الاهلي والاتحاد. الاهلي والاتحاد، الاتحاد في سكه الاهلي على فكره. اعتقد الاهلي سكته بتروجيت. لا الاتحاد اعتقد. لا طب نراجعها. نرجعها مع بعض. اعتقد ان الاهلي يعني سكته بتروجيت. الجدول هو الاهلي هيلاعب بيراميدز يوم اللي هو المباراه رقم 17. تمام. 17 يوم في دور الثمانيه، الفائز من الاهلي وبيراميدز هيلاعب حرس الحدود. في مباراه رقم 25. صح؟ في المباراه رقم 25 صح. 25 يبقى سكته بتروجيت على طول. سكتنا بتروجيت. يا حضرتك تتوقع ان الاهلي يقابل الاتحاد في النهائي؟ يعني بقوه شديده جدا اعتقد ان الاتحاد مش هيفرط في المربع الذهبي ايا مكان الفريق اللي قدامه. هيبقى طموحه الوصول. الاتحاد كمان عمل صفقات هايله السنه دي، وانا اعتقد برضو انه هيبقى جزء من مشهد المنافسه حتى في الاسابيع الاولى للمسابقه يعني. بالظبط. اكيد نتمنى كل التوفيق في مسابقات تكون منتظمه وتؤدي في النهايه ان احنا نشوف بطوله دوري مميزه، نشوف بطوله كاس كويسه كمان، ونشوف اداء اكثر من رائع من كل الانديه وبالتحديد من النادي الاهلي ان شاء الله يحقق كل الاهداف الخاصه بجماهيره. يا دكتور ابراهيم انا اتشرفت جدا بتواجد حضرتك النهارده. انا اللي اتشرفت بيك يا امير. اشكرك شكرا. وبحييك على انطلاقتك دي على قناه النادي الاهلي. انا متابع جيد ليك وشايف ان انت بتتقدم من يوم لاخر، وان شاء الله هتبقى يعني نجم ساطع في مجال الاعلام. دي شهاده بالنسبه لي، دي شهاده بالنسبه لي. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك حبيبي. كان معانا في فقره الضيف بالتحديد من حلقه كلام في الميديا النهارده الدكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكره والملاعب.